مساء الخير. ما هو أبرز ما جاء في كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أكن في ملف انفجار المرفأ أو في الملف الحكومي من تابع؟ أنا اليوم أطالب قيادة الجيش اللبناني، إذا كان مطالبتي العلنية هاي ما بعرف تعني شيء ما بتعني شيء، إذا في طريق قانوني منروح كمان على الطريق القانوني، عن طريق كتلتنا بمجلس النواب، عن طريق الوزراء، عن طريق رفع مطالب ما بعرف، لكن ما بيحتاج ولو أدبيا وأخلاقيا مسؤولية قيادة الجيش اللبناني، مسؤولية المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي يطلعوا يقولوا للشعب اللبناني هاي نتيجة تحقيق. من جملة الأسئلة، طيب هذا اللي صار هو شو؟ في طيران إجا ضرب؟ في صاروخ متطور إجا ضرب؟ أو في عملية تخريبية في حدا إجا حط عبوة ناسفة أو سيارة مفخخة هونيك أدت إلى هذا الانفجار؟ هذا اللي صار هو عبارة عن عمل تخريبي عدواني ولا عن إهمال؟ ما هذه أنتوا وصلتوا للنتيجة، ليش هالنتيجة ما بده يعرفها الشعب اللبناني؟ ليش أهالي 200 شهيد ما بدهم يعرفوا كيف قتلوا أولادهم؟ بكل صراحة 5 أشهر الناس مش عارفة كيف قتلوا أعزائها، كيف انجرحوا، كيف تهدمت البيوت، كيف تدمروا المرفأ. والحقيقة موجودة بالتحقيق، بس التحقيق الحقيقة مخباية. ليش بدها تضل مخباية؟ هذا السؤال. طيب من جانب آخر، بعد 5 أشهر ما بيّن معاكم انه هذه النترات مين جابها على لبنان ولمصلحة مين جاي على لبنان؟ في سوابق قبل وبعد. البحر المياه الدولية مليانة بالأساطيل اللي بتراقب السفن، إذا حدا عم بفوت سلاح أو ذخائر أو مواد يمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية بتم مصادرتها. اليونيفيل عم يعملوا هيك، وفي سفن إجوا ردوهم. طيب كيف هذه فاتت؟ كيف مرقت؟ على الأساطيل الأمريكية والأوروبية وعلى أسطول اليونيفيل اللي موجود بالماء. على كل، طيب مين بعتهم؟ ولمين مين جابهم هو؟ ومين استلمهم؟ طيب هذا كله لازم يكون بيّن. إذا ما بيّن مصيبة، وإذا مبين ليش تركينه؟ لا يطلع كل يوم واحد يقعد يتفلسف علينا وعلى غيرنا وعلى أصدقائنا وعلى حلفائنا وعلى الناس ويكذب عليهم ويضلل عليهم. تحقيق القضائي المحقق العدلي واضح من مسار التحقيق اللي هو ماشي فيه ما عم بيقارب هذه الأسئلة، ما عم بيوضح شيء للناس ولا لعوائل الشهداء. واضح انه رايح على تحميل المسؤوليات الإدارية، كأنه باني ويبدو هيك انه الموضوع هو موضوع اهمال، وكيف هودي بقيوا ومين خلاهم وبعدين مين اجا لحتى يعمل التلحيم وكيف حصل الانفجار، رايح عم بفتش على المسؤوليات الإدارية. طيب ما بالأول قلنا حقيقة الموضوع شو اللي صار بالمرفأ حتى كل الشعب اللبناني والدولة اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين يواكبوك ويكون ظهرك محمي، مش من شوية متظاهرين خايف منهم ينزلوا لعندك على باب البيت، أو شوية جماعة التواصل الاجتماعي بيمدحوك على مواقع التواصل الاجتماعي. مش هذا اللي بيعملك قوي لتقدر تكمل بهذا الملف يا جناب المحقق العدلي. اللي بيعملك قوي أنك تستند إلى الإرادة الصادقة وإلى أخلاق الشعب اللبناني، إلا إذا ما بتعترف أنه في أخلاق عند الشعب اللبناني. اطلع على اللبنانيين وقل لهم اللي صار اللي جرى بالمرفأ 1 2 3 4 5، وبناء عليه أنا رايح حدد المسؤولين وحبسهم وأرفع عليهم دعاوى. بتلاقي كل الشعب اللبناني معك. يعني ما بيجوز بصراحة وبصدق أنه كمان بهذا الملف ينشغل 6 و6 مكرر. الادعاء الأخير على رئيس الحكومة المستقيلة وعلى الوزراء الثلاثة، أنا واحد من الناس وكثيرين شموا فيه ريحة 6 و6 مكرر، وإلا ما إلو منطق، لا يستند على أساس. طيب ليش أنا ما عم أقول عم حمل مسؤوليات له الكلهم، بس سؤال، رئيس الحكومة الحالي دون أي وزير حالي ووزراء سابقين دون رئيس ورؤساء الحكومات السابقين، ما في أساس، ما في معيار، في تنقاية. بدنا
من هي الطائفة وبدنا من هي الطائفة لنعمل ستة وستة مكعبة. إذا هذا الملف يا جناب المحقق العدلي بدك تكمل فيه بهي الطريقة، معناتها مش واصلين على نتيجة. المطلوب تصحيح المساوئ، ما تشتغل ستة وستة مكعبة، ادعي عليهم كلهم. إذا كانوا كلهم مسلمين ادعي عليهم كلهم، إذا كانوا كلهم مسيحية ادعي عليهم كلهم. اعملوا معروف بقضية بهذا الحجم اللي فيها 200 شهيد وآلاف الجرحى، ما تشتغلوا ستة وستة مكوة. أنا أدعو إلى تجاوز الاعتبارات الخارجية، أن نركز على الجانب الداخلي. إذا جينا تفهمنا بالداخل وتضامننا، هلأ الخارج مش فاضينا، منقطع، بتتشكل حكومة وبتقطع والخارج بشوف كيف يتعاطى معها بطريقة أو بأخرى. لما بنجي بالداخل، بالداخل أنا كمان بدي أكون صريح، لأنه بالإعلام دغري هول بحملوا هذا الجهة المسؤولية، خلاص هاي الجهة هي مسؤولة، هول بحملوا هاي الجهة، هول بحملوا هاي الجهة، في واحد قاعد ولك إجا وعجا وبحمل ثلاث أربع جهات مثلا. بالحقيقة لا يجوز تحميل المسؤولية أن نكون منصفين لطرف واحد. في أطراف عدة عندها مطالب وعندها مخاوف وعندها حسابات، ولذلك أنا قلت بالخطاب يوم الأحد أنه نعم في أزمة، أو بالحوار في أزمة سياسة، صح في مخاوف، خلينا نكون صادقين أن الموضوع مش مخبأ. أنه والله لما بصير حوار مثلا على وزارة العدل اليوم، إيه وزارة العدل مع مين بتكون؟ هذه في مخاوف في البلد، ليه؟ لأنه في فتح ملفات. وزارة الداخلية مع مين بتكون؟ إيه في مخاوف في البلد، ليه؟ لأنه إذا في ادعاءات صح أو غلط وزارة الداخلية بدها تروح تنفذ. طيب في تيارات أو أحزاب أو قوى سياسية بمعزل عن موضوع الملفات والقضاء والداخلية والعدل، عم تعتبر أنه هي أصلا بأصل وجودها مستهدفة نتيجة الحمل الشديد عليها وبدها ضمانات. إذا الموضوع مش موضوع بس حكومة وهي الحقيبة أو تلك الحقيبة ووزير زايد ووزير ناقص، هذا تبسيط. هون عم نعملها مثل حسبة تجارية، لا في أزمة أعمق من هيك. لذلك المطلوب حتى ما نضل نوصف منا ومن بقية القوى والقيادات السياسية بلبنان، هل نحن بنحاول بنتواصل بنشوف بيطلع نقدر نعمل شيء؟ الرئيس المكلف مفترض يكون رجع، رئيس الجمهورية موجود، القوى السياسية ووسائل الكتل النيابية موجودين، لازم نحاول نقدر نعمل شيء من هون لعشرين كانون تاني، لكان فل ترامب قبل ما يمكن يفل قبل، نستفيد من الوقت. أنا ما عم أقول نحن مرهونين بعشرين كانون، بس إذا ناس خلص راكبة معهم عشرين كانون تاني شو بدي أعمل؟ نستفيد من الوقت، نقدر نعالج، نقدر نقرب وجهات النظر، نقدر نعطي ضمانات لبعضنا البعض، نقدر نفكفك شوي من المخاوف ومن أزمة الثقة، لنشوف إذا بنقدر نعمل شيء. لازم كلياتنا خلال هالكم يوم الباقيين نقدر نعمل شيء. ماذا في جديد الملف الحكومي؟ منتابع. عند عتبة لا جديد يثبت الملف الحكومي. صحيح أن الرئيس المكلف عدم رحلاته الخارجية، لكن أي اتصال لم يسجل من بيت الوسط باتجاه بعبدة. في المقابل تم التواصل بين بيت الوسط وبكركي وفق ما تؤكد مصادر الأو تي في. موفدا من البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي زار الوزير السابق سجعان أزي بيت الوسط مساء الخميس، والتقى الحريري الذي بدا مرتاحا للقاء رئيس الجمهورية والبطريرك الماروني. وأشارت المصادر عينها إلى أن الحريري سيقوم باتصالاته خلال ما تبقى من الأسبوع الحاضر لتتضح الصورة أمامه بداية الأسبوع المقبل، وإن كانت رجحت في المقابل ألا يكون لقاء الرئيس عون والحريري سريعا. وتنتهي المصادر إلى القول إن التركيز قائم حاليا على كيفية الولوج إلى عقد لقاء قبل الدخول في تفاصيل حل الأزمة الحكومية. هذا في وقت كررت مصادر بيت الوسط اعتقادها أن الكرة اليوم في ملعب رئيس الجمهورية، خصوصا أن الحريري قدم تشكيلته الوزارية ومن المفترض الآن أن يسمع جواب بعبد عليها. تشدد مصادر بيت الوسط أيضا على أن الحريري باق في تحمل مسؤوليته ولن يعتذر، وهي أن رفضت الرد المباشر على دعوة رئيس التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط للحريري بالاعتذار، أعادت السؤال إلى جنبلاط نفسه بما يردده دائما إلى أين؟ ختمة أن ليس أسهل من رمي التصريحات، فإذا اعتذر الحريري الآن ماذا يحل بالبلد؟
بالنتيجة يبقى ترقب احتمال لقاء بين الرئيس عون والحريري، وهنا تؤكد مصادر رفيعة على أنه بصرف النظر عن موقف الرئيس عون من اللقاء مع الحريري، وهو الذي تعود له الكلمة الأخيرة في هذا الإطار أكان قبولاً أو رفضاً، فإن المهم يبقى في نتيجة اللقاء وما سيسفر عنه والنتيجة التي سيخرج بها. وتسأل المصادر الرفيعة عينها إن كانت هناك ضمانات بخروج الحكومة إلى النور في حال عقد أي اجتماع بين الرئيس عون والحريري، أم أنه سيكون رقماً يضاف إلى سلسلة الاجتماعات التي عقدت في بعبدة والتي أبدى الرئيس عون خلالها كل استعداد لتسهيل الحكومة، لكنه قوبل بتمسك الحريري بالصيغة التي قدمها، صيغة لا تراعي المعايير الواحدة ولا تساوي بين المكونات اللبنانية في الحقوق ولا تؤمن العدالة، وهي الأسباب التي أدت عمليا إلى توقف الاجتماعات. وتضيف المصادر رفيعة أن استمرار الحريري على موقفه يعني عدم وجود رغبة لديه بالمعالجة، ما يعني أن الاجتماع مع الرئيس عون سواء عقد في بكركي أو في بعبدة أو في أي مكان فهو لن يؤدي إلى نتيجة، ما يثبت إذن وبصرف النظر عن موقف الرئيس عون أهمية ضمان نتيجة هذا اللقاء وتهيئة الأجواء المناسبة التي تسمح له بأن يكون مثمرا. وفيما يتعلق بما أحيط به لقاء الرئيس عون والبطريرك الراعي في بكركي بالأمس واقتراح الراعي عقد لقاء بين الرئيس عون والحريري، نفت مصادر بكركي للأو تي في أن يكون لقاء الأمس في الأساس لقاء ثلاثيا تغيب عنه الحريري، وأن البطريرك الماروني لم يحضر في الأصل لمثل هذا اللقاء، خصوصا أن الرئيس المكلف لم يكن قد عاد. كما نفت المصادر عينها أن يكون الراعي قد اقترح على الرئيس عون جمعه والحريري في لقاء في بكركي، مشددة على أن بكركي وبقدر ما ترحب برئيس الجمهورية والرئيس المكلف في صرحها تعتبر أن مكان التفاوض في الحكومة هو القصر الجمهوري، وإذا كان من لقاء يجب أن يعقد فلا يجب أن يعقد في بعبدة. مصادر بكركي لفتت إلى أن الراعي توسل الرئيس عون والحريري أن يجتمعا في بعبدة ولا يخرجا من الاجتماع إلا بتأليف حكومة. أما في أبعاد العلاقة بين بكركي وبعبدة فتصر مصادر بكركي على التأكيد أن زيارة الرئيس عون دحضت كل الشائعات حول سوء العلاقة بين المرجعيتين، وأكدت أيضا أن أسباب عدم مشاركة الرئيس عون في قداس الميلاد كانت تتعلق بظروف جائحة كورونا ولا علاقة لها بالسياسة. ولفتت المصادر عينها إلى متانة العلاقات بين الرئيس عون والبطريرك الراعي وتقدير رئيس الجمهورية للدور الذي يلعبه البطريرك الماروني. ومن هنا تعتبر مصادر بكركي أن من خلق الجو عن علاقة متشنجة بين الرئيس عون والبطريرك الراعي هدفه التشويش على مهمة رئيس الجمهورية ودور بكركي كما العلاقة بين الطرفين. إلى ذلك التقى الرئيس المكلف تشكيل حكومي سعد الحريري باسطنبول الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وجرى خلال اللقاء الذي استمر ساعتين وتخلل غداء عمل عرض مفصل لآخر التطورات الإقليمية والتحديات المتعددة وسبل التعاون بين دول المنطقة لمواجهتها. كما تطرق الرئيسان الحريري وإردوغان للعلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا وسبل دعم جهود وقف الانهيار وإعادة أعمار بيروت فور تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان. كلام واضح لرئيس الجمهورية يقابله رد مستغرب من رئيس المجلس النيابي، منتابع. كلام واضح وردود مستغربة، هكذا يمكن وصف ما حصل اليوم على خلفية ما قاله رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون حول مهام المجلس الدستوري. فقد قال الرئيس عون خلال استقباله وفدا من المجلس الدستوري رأسه رئيس المجلس القاضي طموس مشلب إنه لا يجوز أن يقتصر دور المجلس الدستوري على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الإصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف عام 1989. واعتبر رئيس الجمهورية أنه من الطبيعي أن يتولى المجلس الدستوري وهو ينظر في دستورية القوانين تفسير الدستور، لأن القوانين تصدر انسجاما مع القواعد الدستورية المحددة وتترجم نية المشترع المرتكزة أساسا على نصوص الدستور. بعد ذلك عاجل بري إلى الرد على رئيس الجمهورية، فقال أنه تبيانا لما ورد على لسان فخامة رئيس الجمهورية لرئيس وأعضاء المجلس الدستوري فأن دور هذا المجلس هو مراقبة دستورية القوانين دون أن يتعداها إلى تفسير الدستور الذي بقي من حق المجلس النيابي دون سواه، وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد الطائف بعد نقاش ختم بإجماع في الهيئة العامة. وفي هذا الإطار أكدت مصادر دستورية للأو تي في أن رد بري لم يضف شيئا على المسألة، لأن الرئيس العماد ميشيل عون لم ينفي أن البند الوارد في اتفاق الطائف المتعلق بتولية المجلس الدستوري حق تفسير الدستور لم يتم الأخذ به في التعديلات الدستورية التي أقرت بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21 أيلول 1990، لكنه قصد أنه من الواجب إعادة إدخال هذه الصلاحية
المجلس الدستوري في متن الدستور كما هو حاصل في الكثير من الدول الديمقراطية. إلى ذلك لفتت مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون عبر الأو تي في إلى أن الرئيس عون وصف واقعا متحدثا حول ما نصت إليه وثيقة الوفاق الوطني من حيث أن يتولى المجلس الدستوري مهمة تفسير الدستور. وأشارت المصادر المطلعة على موقف الرئيس عون عبر الأو تي في إلى أن ردة فعل الرئيس بري مستغربة لأن الرئيس عون لم يأتي على ذكر دور المجلس النيابي بل ما تنص عليه وثيقة الوفاق الوطني فيما خص مهام المجلس الدستوري كما في عدد من دول العالم حيث لا فصل بين مهمات المجلس الدستوري وعمل المجلس النيابي. في الإطار عينه غرد أمين سر تكتل لبنان القوي النائب إبراهيم كنعان حول الموضوع كاتبا إن موقف فخامة الرئيس المتعلق بصلاحية تفسير الدستور ووجوب منحها للمجلس الدستوري مطلب إصلاحي ينطلق مما هو معتمد في أغلبية الدول الديمقراطية لا سيما فرنسا، وكان ورد في وثيقة الوفاق الوطني قبل تعديلها في الهيئة العامة آنذاك، علما أن الصلاحية لا تزال بحسب الدستور للمجلس النيابي. في ملف كورونا، العناية الفائقة لمرضى الكورونا وصلت إلى قدرتها الاستيعابية القصوى. ما أنا إذا عم بحمي حالي عم بحمي اللي بحبهم، يعني تصور المريض عم بفوت يقعد بالمستشفى لحاله، ممنوع حدا يزوره، وعم بيموت ممنوع حدا يجفنه. قديش صعبة؟ قديش صعبة بس يتصورها هيك كرمال شو؟ كرمال سهرة؟ لا، كليتنا جاي عبينا نسهر، كليتنا جاي عبينا نظهر، كليتنا نرجع مثل ما كنا حياتنا الطبيعية. بصريح العبارة بلخص مدير العناية الطبية بوزارة الصحة الدكتور جوزيف حلو إصرار قسم كبير من اللبنانيين على عدم التخلي طوعا عن جزء من حريتهم والتزام بالعزل المؤقت تحسبا من خطر كورونا الداهم يلي عم بفاجئ الجميع من دون استئذان. حقيقة مرة جربنا نتأكد منها من المعنيين بشكل مباشر من بعد كثرة الروايات يلي عم نسمعها عن وصول المستشفيات لقدرتها الاستيعابية القصوى وعدم الاستطاعة باستقبال مرضى حالات كورونا الطارئة. فشو دقة الموضوع؟ في مرضى عم بضلوا يومين وثلاثة وأربعة بقلب الطوارئ نايمين، يعني وصلنا لدرجة هلأ عم ينطر المريض ليموت حدا بالآي سي يو ليفل ليفضل محله ويطلع محله. كله بده محلات بالعناية الفائقة، بالتخت العادي ما عندي مشكلة قد ما بدك عندي محلات، بس بالعناية الفائقة عندي ببيروت وجبل لبنان أكتر شيء الضغط. المستشفيات عم بتضطر تسكر البريير برا على الصليب الأحمر، هذه نحن بنرفضها. عم نجرب نحلحل الأمور، عم ناخد مرضى أوقات من هون على الجنوب على الشمال على البقاع من بيروت عم ناخدهم، بس عم نطلب يعني عم نوصل لوقت نترجى العالم انه اذا بتريدوا اعملوا معروف، هاي اخر خرطوشة، هاي اخر انذار، يا بك تمشوا مزبوط يا فايتين رايحين على نفق ما رح نعرف نطلع منه. بالرغم من رفع وزارة الصحة عدد أسرة العناية الفائقة ل 520 سرير من بعد ما كان محدد ب 475 سرير، الأرقام الرسمية بتشير إلى أنه عدد نزلاء العناية الفائقة وصل ل 517، فهل هناك مواكبة عملية لزيادة الأسرة أم ستقع الكارثة؟ المستشفيات اللي ما التزمت حكينا معهم والتزموا، هلأ عم بيعملوا يعني كل يوم عندي مستشفيات عم بتزيد أسرة عناية فائقة، يا عم تفتح عن جديد إذا ما كانت فاتحة. عندي 7 إلى 10 مستشفيات من الثلاثة لهلأ فتحوا عناية فائقة، بعدنا عاطينهم مهلة لنهار الاثنين. نهار الثلاثة اللي بده يكون متخلف عن هالقرارات ما عم بينفذها، في شغلات رح تتاخد بحقهم. سألنا عن المستشفيات الخاصة يلي عم ترفض تتحمل وجبها الإنساني والمساعدة بمحاربة كورونا من خلال التحجج بعدم دفع الدولة مستحقاتها المالية. مش عم ننكر نحن ما قالن، نحن مثلا وزارة الصحة أنا مسكر 2019 2020 محول على المالية لشهر 9، يعني الجيش دافعين بس واجبات الدولة تدفع لهم، بس بالوقت الحاضر بهالمعركة اللي قايمين فيها بلبنان كليتنا ما في، يا منغرق كلنا يا منقوم كلنا. شو عن مصير الأسرة والمستشفيات الميدانية يلي قدمت للبنان كهبة؟ ما فيك تجيب المستشفى خايمة تركبها وخلصت. مثلا لهلأ المستشفى اللي بصير الضنية عم بيشتغلوا فيها ركبناها بجنب دغري المستشفى، الطاقم الطبي بصير الضنية هو اللي بده يهتم بطرابلس، مستشفى طرابلس حكومة هو اللي بده يهتم. المستشفى الميداني مبارح كانوا عم بركبوا السنجرية وبخلصوها، لا يخلصوا السنجرية خلصوا البنى التحتية كلها الإمدادات كلها لتقدر تركب المستشفى. ما فيك تجي دغري تركب مستشفى بس تخلص،
ساعتها اللي فيهم يركبوا فيهم اي سي يو، كمان الاي سي يو إلى امدادات، إلى امدادات الاكسجين، إلى نيجاتيف بريشر. الالتزام بالبيوت طبعا خوفا من العدوى افضل من مصارعه الموت على اجهزه التنفس الاصطناعي، فهل من يتعظ؟ فاصل من واصل من بعد النشره. عودة إلى متابعة النشرة. أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامي أنه عصر تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية في مقابل الدولار الأمريكي انتهى، ونتجه نحو سعر صرف معوم يحدد السوق، معربا عن استعداده لتقديم كافة المعلومات الضرورية لتدقيق الجنائي الذي يطالب به المجتمع الدولي. وبعدما تم التداول بكثرة بهذا التصريح، عاد الحاكم وأكد في حديث صحافي متراجعا آخر في تصريح صحافي آخر أنه ما صدر عنه عن عصر تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية قد انتهى، وأنه لبنان يتجه نحو سعر صرف معوم أخذ في غير سياقه، مشددا على أنه قال أنه تعويم سعر صرف العملة سيعتمد على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، معتبرا أنه الدقة مهمة. للاطلاع أكثر حول هذا الموقف ينضم لنا عبر السكايب رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني. مساء الخير دكتور. مساء النور. حضرتك اطلعت على التصريح الأول والتصريح الثاني للحاكم حيث تراجع عن التصريح صحيح. الأول إذا فيك تفسر لنا شوي وتقلنا أنا برأيي أنه النظام المعوم مع تدخل المركزي اللي نحكى فيه، عم تسمعيني؟ نعم عم بسمعك تفضل. إيه كنت أقول النظام المعوم مع تدخل المركزي اللي نحكى فيه هو نظام سيء للبلد. اللي عملناه هلأ واللي عملناه مثل ما بعدين رجع قال بعض المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لأنه سعر الصرف مش رح يعوم، سعر الصرف رح يغرق والدولار رح يطلع والأسعار رح تطلع مع الدولار والأزمة المعيشية رح تزيد ببلد مؤسساته ضعيفة مثل لبنان. ما فينا نعوم سعر الصرف لأنه ما بيعوم بيغرق، وإذا بده بيغرق يعني قديه بيصير يعني سوري إذا بتسمح لي أسأل قديه معقول نوصل يعني؟ ما عنده سقف لأنه كل ما بدك تمولي نفقات وتطبعينهم الليرة كل ما بدها تغرق الليرة ويطلع الدولار، يعني ما في ضوابط. وحتى إذا تدخل المصرف المركزي ليثبته شوية، لأنه عم بيحكوا عن تعويم مع تدخل للمركزي، ما هيك؟ رح نرجع يعني إلى السياسة الاستنسابية طبعا مصرف لبنان اللي وصلتنا لأزمة اليوم. يعني هيدول 17 مليار دولار اللي باقيين عنا بالصندوق احتياط إلزامي رح يطيروا مثل ما طاروا مطاروا 50 مليار على سعر الصرف. لا تسمع يعني جدا النظام القديم هذا يعني الفكره ما لنا جيده لكن قبل ولا بعد المفاوضات مع صندوق 100%. واكثر من هيك يعني هذا النظام بخلي كابيتال كنترول لابد الابدين، مش رح فينا نطلع من الكابيتال كنترول اذا بنعمله. وبالتالي انا برايي هذا نظام سيء على كل الاحوال. وليش لنمشي فيه اذا عندنا نظام اضبط؟ يعني انا اليوم برايي في بديل احسن بكثير اللي هو مجلس النقد اللي بيخفض لي سعر الدولار وبيثبت لي الدولار على السعر واطي، بينزل معه الاسعار، بيزيد الاحتياطي من 17 مليار لاكثر بكثير من 17 مليار، وما بيعود في كابيتال كنترول على الليره، بيصير عندك قدره تحويل كامله. وعلى فكره صندوق النقد الدولي مظبوط انه هو اجمالا بيطرح النظام المعوم الموجه يعني مع تدخل المصرف المركزي، بس بالحقيقه باخر النهار بيمشي بالخيار اللي بياخده البلد، يعني ببلغاريا وليتوانيا واستونيا وكل هالبلدان اللي عملت مجلس نقد، طرح عليها صندوق النقد الدولي نظام معوم بالاول، بس وقتها قالوا له بتعرف شو؟ نحن بنفضل مجلس نقد، مش معهم بمجلس النقد، وبالتالي مش حكي منزل يعني. وأنا برأيي خلينا نطلع من فكرة النظام المعوم وما بقى نضيع وقت، خلينا نثبت سعر الصرف عن طريق استعمال الكارنسي بورد قبل ما يفوت الأوان، ولازم سريعا يعني بقى نتصرف بهذا الموضوع. دكتور باتريك إذا تسمح لي السؤال الأخير لأنه وقتنا عم يخلص، يعني هلأ بالقريب الأيام القليلة المقبلة قديش معقولة يوصل الدولار، معقولة يتخطى 10,000 ليرة؟ لأنه كل يوم عم بيكون في من بعد الأعياد يعني لاحظنا خصوصي عم بيكون في طلعة صغيرة نطة صغيرة للدولار وعم يعلى شوي 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 شوي، معقول نوصل للعشرة 12؟ قديش بالأيام القليلة المقبلة قديش رح يصير الدولار؟
لبنان اليوم امام مفترق طرق، يا اما الدولار رح يطلع ويطلع كثير لمستويات خياليه اذا بنضلنا عم نعمل مثل اللي عم نعمله هلا، يعني ماشي. اما اذا بنجيب الخبير الدولي اللي اسمه ستيف هانكي وبنقول له تعال اكتب لنا نظام مصرف مجلس نقد، اوكي بيكون عنده اذا بدك نوع من مصداقيه دوليه لانه الزلمه بيكون كاتبه وبيرجع لنا الثقه، ساعتها الدولار ما بيقعد يطلع بينزل. وبالتالي اليوم الخيار بايد، مش رح اقول الحكومه مستقيله، اليوم الخيار بايد مجلس النواب، يا اما مجلس النواب بجيب هذا الخبير الدولي وبنخلص بقى وبنفوت بالحل اللي لازم ينعمل، يا اما بدنا نضلنا هيك والدولار الله اعلم لمين بده يوصل والله يسترنا. نعم، شكرا لك دكتور مارديني على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة عبر السكايب، شكرا لك. ومع هذا الاتصال نوصل لختام هذه النشرة، للمزيد تابعونا عبر انستغرام فيسبوك وتويتر، تصبحوا على خير.